اهلا بكم مره تانية من اوكرانيا من كييف. عايز انصح الجميع اللي يسافر في اوكرانيا ما يطلعش بره كييف، يعني يا ريت ما يسكنش او يأجر حاجه، حتى انصحوه اللي بره كييف في اماكن حلوه بس مش كلها، او مش كلها حلوه، واحد اللي ما يعرفش جاي جديد وما يعرفش البلد كويس ممكن يقع في مكان زي اللي انا موجود فيه دلوقتي. عشان نعدي من مكان لمكان بنمشي في مكان، اماكن زحلقه كلها خطر زي المكان اللي احنا شايفينه ده. نورت النور عشان تشوفوا اماكن كده، بصوا عامله ازاي. مكان خطر وكلاب و... كلب كان حاجة عبدنا ينط فوق السور يا عبدنا. نحاول نطلع على مكان قريب من المدينة خفيفة يعني، فأمنتكم لأن في سرقة كتير وفي قتل وفي حاجات كتير غير الدول العربية والكلام ده، عندنا أمان أكتر من هنا، فخلي بالكم يعني. يكون أفضل حاجة الواحد لما يجي هنا ياخد باله، عشان هو بدون حماية ياخد باله إن يقعد في أماكن أو يعيش في أماكن كلها فيها حماية يعني. أحسن جوه كييف، ممكن في أحياء من كييف بس من بره كييف. تمام، يلا ربنا يحميكم. احنا خلاص وصلنا لنهاية الطريق اللي طلعنا على الشارع الرئيسي نحيفة يا الحي ده، فنحاول نوصل له. يلا بنحاول نوصل للحي ده، فأكيد وصلنا له. ربنا معك، سلام. خلي بالك على نفسك.